غيورا على رفاقه وليس منهم، قائدا صغيرا دون قصد ودون أن يستعير شيئا من رصيد أهله. ساحة بكفية وأزقتها لا تنسى فصوله، لم يترك ضربا من ضروب الألعاب يعتب عليه، ولكنه كان يعشق الدراجة، وكأنه كان يرفض أن يكون للإنسان قدمان بطيئتان في قطع مسافات الزمن. أخوه الشيخ ميل حصلت بعد متذكرة قضايا كثيرة، بس اللي متذكرة أنه كان في موعد لأحد السفراء المهمين مع الوالد بالبيت، وكان بعده بشير عم بيتسلى عم بيلعب، وحاطت نوع من معركة وهمية على الأرض بالعسكر والسيارات الوهمية المينياتور، ومعبى الصالون كله معركة طاحنة، كانت معركة مهمة كتير يعني أوسترليتز ولا واترلو. صار السفير على وشك انه يوصل، فترجيناه انه اذا ممكن بس تفتح لنا مجال يعني ممر حتى السفير يقدر يمرق، لانه هذا الشيء ما كان الشيء ما معقول ما حصل عليه، لانه المعركه بعد ما كانت انتهت ولازم تنتهي المعركه حتى يصير الشيء. وصل السفير على بغته، وبعد ما كنا نقلع، فكانت كمان مشكله السفير انه ينطنط فوق المعركة هذه بدون يدق بأحدى العناصر وإلا تخرب المسكونة. قصص كثير طريفة من هالنوع يعني بتأكد على شخصيته، من وقت ما كان صغير كان عنده الشخصية الفزي، وكان عارف شو بده، ودائما ينطفئ خاصة بصورة خاصة ينطفئ على كل شيء غير عادل أو على بجانب المظلوم، دائما مظلوم بلا حق. بشير الجميل التلميذ الثاني على الدرج من اليمين إلى الصف على جرس المدرسة، مدرسة بوتي كوليج اليسوعية المقابلة للمنزل، كان يرفض أن يواجه عدسة المصور، لذلك نراه هنا وقد أدار وجهه إلى الحائط رغم محاولات المعلمة التي من بعض قصاصها عادة أن تدير وجه التلميذ إلى الحائط. ماذا تتذكر معلماته في تلك المرحلة النامية من حياته المدرسية؟ السور ماري ريشار تحاول أن تتذكر. بشير الجميل كان عندي سنة 56-57، كنت أنا بالسنين الأولى من التعليم في المدارس. كان بشير مثل ما أنا بعد بتذكر ومثل ما رجعت لقيته، ولد منفتح حبوب كثير، عنده شخصية من هو صغير، عنده شخصية بارزة وبيعرف شو بده، وهيدا كان يخوف بعض الأساتذة بهالوقت يمكن. إنما أنا كتير تفهمت مع طبعه، وبقدر أقول وبعض متذكرة كتير منيح، لأن هيدا ولد ما بينسى بهيك أطراح حلوة، إنه مضينا سنة كتير من سجنه، واشتغل معه بكل جدية وتجاوب، لدرجة إنه طلبت مني الشيخة، قالت لي طالما هيك رايق معك متفاهمين، لما الطقس منيح خلي لي يدرس عندك، حتى هيك بيصير أكيد إنه عم يدرس وما بيضيع وقته. وكنا بهديك المدة نشتغل للأربعة ونص، مش مثل هلأ للساعة 2. أنا كتير فرحت فيه إنه ما بيضيقني أبداً، كان أعطيه عصرونيته مرات من بعد المدرسة يتعصر ويقعد قدامي بالمدرسة يشتغل دروسه ومسائية، وأنا أكيد عندي تصليح فرونت اشتغل. وكان عنده هالرقة بالشعور ما يزعج، إذا كان عنده صعوبة كيف كنت أعرف؟ كان يمشط شعره وشعره هيك
طالع على براس يصير يشد بشعره، لما يبلش يشد بشعره قول أنا عم بطلع فيه بدون ما يشعر قول في شيء مش فاهم. اسأل بشي شو مش فاهم، يقول لي مثلا أو هالمسألة بالحساب أو هالتمرين أو هالكلمة بالأعراب، فهموا إياها وكمل شغلي وكمل شغلي. وما انتظمت صفوف رياضية إلا وكان التلميذ بشير في طليعتها، وكان مبرزا في الألعاب، ميالا دوما إلى السرعة، ركدا على قدميه أو طائرا على دراجة. وبرز اسمه للمرة الأولى في مجلة المدرسة نو دو كولاج سنة 1958. بشير الجميل كتب هكذا: بشير الجميل التلميذ الصغير الناجح في عمله ونشاطه. ونستطيع أن نميز اسمه هنا بالفرنسية. ماذا يتذكر شهود آخر؟ كان يقود الجماعة بالمدرسة الطارية بدار اللعب، بيقسموا الولاد لقسمين، قسم بيقول مين بيلعب معي، قسم بيقول مين بيلعبني. الشيخ بشير كان أكيد مين بيلعب معي، وكانت الولاد تلحقون وهو يقسمهم وهو يلعب معي. مرة مارق كان على بسكليت وحج على فوقه بسكليت، اول ما اشترى هالبسكليت هيدي، اول ما اهله اشتروا له البسكليت قد ما كان مبسوط فيها، من عشيه اول ليله رح نجيبها معه بالفرشه. وهالبسكليت هي ذاتها كان مارق مر عليها، وفي هوب ناس هل بيلعبوا كشاتبين على الارض يعني بلموا مصاري بيسرقوا مصاري من هالشباب الصغار. شاف الشباب الصغار حاطين مصاري تحت هالكشاتبين وهيدا عم بيلعب بالكشاتبين وعم بيسرقهم. الشيخ بشير ما هين علي بهالشي هيدا، لأنه أولا هو ضد الأقمار، ضد هالقضايا هيدي يلي بتورطنا إلى مشاكل اجتماعية واطية سخيفة. نزل عن البسكليت وطرقوا بإجره لهيدا السجادة كانوا حاطينه على الأرض يلعبوا كشاتبين، وكان بعده ولد صغير ما يمكن ما يتجاوز 13-14 سنة، وضرب هالبساط هيدا على الأرض وقال له تاني مرة إذا شفتك هوني تعرف شو بيصير فيك، مع أنه هو ولد وهداك رجال كبير. بقى وقف عليه هالرجال مش حتى يضرب وركب على بسكليت وهرب. من مرة عم يهرب لعنا جاي لعنا تيروح معنا بمشكل، عم يهرب عن البلكون هرب، هو عم ينزل زحط فاتت الحربة الحديدة بإجره. حيطت له فؤاد شرطون قال له فؤاد تعا شيلني تعا، ما صرخ ما كان يبكي ولا كان شيء، كان عنده قلب قوي كتير من هو صغير. إجا فؤاد أخده لعند الحكيم وكان معه إلينور، أخذوه لعند الحكيم وهو رجع له ما تقولوا لبيي ما تخلوا بيي يعرف.